لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. نرحب بجميع الحاضرين ونبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم التي خصصناها للمراجعة، لن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نراجع من الأول ابتداء من الألفابي فرونسي وقد اخترت اليوم بعض المصطلحات مع الظروف التي تروها في السبورة. إذن سأقوم بنطق الكلمات وكذلك الحروف، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه المراجعة السريعة. لا لتر، لا لتر يعني الحرف، لا لتر، لا لتر أ ما ما، وهناك من ينطقها أناناس، أ ما ما. لاحظوا الكلمة الأولى مكتوبة بالماجيسكيل حروف كبيرة، وهنا مكتوبة بمينيسكيل يعني حروف صغيرة. ماجيسكيل الحرف الكبير، ماجيسكيل. ومينيسكيل أنانا أبريكو. لاحظوا أن لا ننطق الحروف الأخيرة التي ليس بعدها حرف متحرك، أقول أبريكو وهو المشمش. أبريكو طوماتة. La lettre B. Alors, بالنسبة أنا قلت قبل قليل أن أناناس هناك من ينطقها أنانا وهناك من ينطقها أناناس. إذا ممكن أن أقول أنانا وأنانا، لكن في الحروف الأخرى أو في الكلمات الأخرى أغلب الكلمات في اللغة الفرنسية التي تنتهي بحروف ساكنة مثل لكونسون التي نسميها لكونسون فإنها لا تنطق، ينطق فقط عندما تكون اون فوايال. ألوغ أبريكو توما مات. لا لتر ب باتو بالون بي. alors attention dernière تقريب بي مع دوزيل فإنها تنطق إي
بي لاتر سي كاميون كاميون. الحروف الساكنة هي من نسميها لي كونسون لي كونسون وهي حروف ليس يعني مثلا ب est une consonne c est une consonne d est une consonne a ou e sont des voyelles a voyelle une haraka c'est ma voyelle ou e يعني كذلك voyelle حركة. F est une consonne. G aussi. H est une consonne. T est une voyelle. يعني في اللغة الفرنسية كل الحروف يعني هناك 26 حرف 6 منها sont des voyelles, six voyelles. في اللغة الفرنسية عندنا six voyelles يعني ست حركات وهي A و E و I و U O و إكغاد. هذه هي لي فويال في اللغة الفرنسية. باقي الحروف سو دي كونسون. يعني باقي حروف اللغة يعني العشرين حرف الباقية تعتبر دي كونسون. يعني أظن أنه الآن مفهوم الفرق. بالنسبة لبي هي تلك الكريات الصغيرة التي يلعب فيها الأطفال. ما لا أعرف اسمها بالعربية. وإحنا كسمعوا في المغرب، المغرب في الشمال نقول لها بومبات. بومب بومب دونك دي بي داكوغ. إذا كان لا لتر بي باتو بالون بي. قلت أن الإي مع دوزيل تنطق إي مثل مثلا في fille, la fille, la fille, et il y a Albine. Lettre C, camion, crabe, citron. Wa, le ministre de la C, on a dit, التقى مع لا لتر ا ومع لا لتر او ومع لا لتر او ينطق ك. وكذلك اذا كان مسبوع ب كونسون يعني تتبعه كونسون أخرى. نقول مثلا خاب خاب. نعم وهذا الحيوان الذي عندكم هنا حيوان بحري. لا ليس عقرب، هو
هو يعني حيوان بحري. نعم، كابوريا صنخر. أما بالنسبة لحرف عندما يلتقي مع حرف الإي ومع حرف الأو وكذلك مع حرف الإجهاد فإنه ينطق إس، ينطق إس. هنا أقول سيترون وهنا أقول كاميون. إذن كاميون، كاب، سيترون. لتر دي، دكتور، سولدات. نرمى الأحرف الأخرى هي مراجعة فقط للألفابيش. لتر أو، ألوغ انتبهوا إلى الأو، فالأو في بعض الكلمات تأتي مع أكسون. فمثلا هنا عندنا إليفون، إليفون يعني فيل. إليفون الحرف مع أكسون يسمى أكسون تيغو، أكسون تيغو. وزابر كادر هو الإطار، الكادر هو الإطار، لو كادر. تفضلي هورا. إذن قلنا زابر، هنا الأو عليه أكسون غراف وينطق إي، والأول ينطق إي. إليفون زابر مع فتح الفم، زابر. إليفون زابر كاروس، وهو الأو في نهاية أغلب الأحيان يكون في نهاية الكلمات الفرنسية تنتهي بأو. أغلب الكلمات الفرنسية خاصة منها المؤنث تنتهي بأو، وكذلك كلمات مذكرة، لكن الأو هو صفة المؤنث في اللغة الفرنسية. فام، فام لا مع لتر اف، فام يعني امرأة. انفان فامي، فامي مرة أخرى الإي مع دوزيل تنطق إي، فامي. حرف الجي غارسون، نعم هي تكتب أو ولكن تنطق أ. بالنسبة لفام لا أقول فام ولكن أقول فام، فام مع الأو وأنطق أ، يعني هكذا تنطق في اللغة الفرنسية. فام، إين فام، لا أقول إين فام، لا إين فام. أن أنفان يعني طفل، أن أنفان طفل. إين فامي عائلة، إين فامي عائلة. إذا حرف الجي غارسون، غارسون ولد.
لكن أيضا بالنسبة لحرف الجي كما قلنا بالنسبة لحرف سي الجي تنطق جا إذا التقت مع حرف الأ وحرف نفس الحروف التي رأيناها في مع حرف السي يعني حرف الجي مع أ وأو وإي تنطق جو جو يعني مثل الجيم المصري يعني جا وتنطق جي يعني تنطق جي إذا التقت مع حرف الأو وحرف الإي وكذلك مع الإدغاف تنطق جي مثلا هنا جارسون جيروات جيروات كان هنا تنطق جيروات دونك جيروات هي هذه تلك ال يعني التي توجد في أعلى الكنائس أو بعض الأحيان في أعلى المآذن تعلن أو تعطينا الاتجاه للشمال الشرق جنوب غرب فهذه تسمى جيروات نعم لمعرفة اتجاه الهواء نعم غون غون والقفاز القفاز الذي إما الذي يلعب به رياضة البوكس أو القفاز العادي الذي نعمله في أيدينا إذن غون إذن قلنا غارسون جيروات غون حرف الأش حرف الأش إذن هو لا ينطق إذا كان لوحده فأقول إيرسون إيرسون وكأن هنا ليس هناك أش وأن هناك أو فقط إيرسون لكن يصبح شو إذا التقى مع شو إذا التقى مع سي سي أش تنطق شا و أش أش إذن هنا أش لا تنطق الأش هنا لا ينطق وكأن عندي أ ش سي أش تنطق ش أش شا إيرسون هذا كونفود إيرسون هو كونفود إن هذه صورة كونفود حيوان صغير يسمى كونفود إيرسون لتر إي إيريس إيريس أو إيري زهور نوع من الزهور إنديا alors لاحظوا أن الإي مع الإن تنطق أن أن Indien. L'Indi. Iguan. Ada. L'Hayawan. Yusama. Iguan. Harf J. Ou lettre J. Jardinier. Jouer. Jockey. Harf K. Koala, Kipi, Kangourou, Harf L, Loupe, Seuil, Loup, Harf M, Maison, Montre, Ami, Harf N, نعم يا عماد نينيفار نومبر نومبر تعني العدد نومبر عدد أنيمو حيوانات أنيمو
لتخو او كونكون خيار كونكون وازو أكسبتي كون نقنطرة كون بيت كسا حرف ال ك لتر ك كوك بلاك وحرف ال ك قليل جدا ما يأتي لوحده إلا في بعض الكلمات قليلة جدا في اللغة الفرنسية، لكن دائما يستعمل مع حرف الـ U، دائما يأتي مع حرف الـ U. إذن كوك، كاك، إيكيب. بونسوار مدمازيل أسماء. لتر R، را، تير، تيكو. Lettre S, serpent, soupe, stade. Lettre T, table, tableau, train. Lettre U, université, uniforme. Uniforme, il y a le basse mouahad. الذي يلبسه بعض الموظفين أو العاملين في بعض القطاعات مثل الشرطة الجيش إلى آخره. بلوم حرف V لتر V فيلو فواتور أفيون لتر W كيوي حرف W قليل الاستعمال أيضا في اللغة الفرنسية لا يوجد كثيرا وفي بعض الأحيان ينطق إما وي مثلا كيوي أو بيا ينطق V مثل حرف V ينطق فا دن كلون هنا لا ينطق وكأنه غير موجود كلون إكس تلات إكس سيلوفون هذا النوع أدوات الموسيقى سيلوفون لاتر إيغريك ياوغت ياوغت لتر زد زو زو كذلك حرف الإيغريك والإكس والزد كلمات يعني قليلة جدا هي التي تسأل بهذه الحروف فهي غير لا توجد في بداية الكلمات كثيرة إنها قليلة جدا. إذن هذه كانت مراجعة سريعة للألفابي الفرنسي ونمر مراجعة أخرى للأدجكتيف بوسيسيف. للأدجكتيف بوسيسيف سينغولي. بما C'est ma bicyclette. C'est ma bicyclette. C'est mon vélo. C'est mon vélo. Une bicyclette. مع بيسيكليت المؤنث استعملت ما ومع فيلو المذكر مو وفي كلتا الحالات
这一站呢，是西阿古比，西东帕瓦伊瓦达阿纳鲁，西东帕瓦伊。من أهم أسماء إسرائيل موسي آلي ناسلة أوفينا من أهم مقصد من أهم لتخبار هنا لتخبار عامة يعني العمل لكنه عملك أنت سيكون خبار يعني على بلاس دولي أضع طن وعلى بلاس دولا أضع طا مثلاً لا سي لا كوبي صديقتك أنت أو أنت أقول سي تا كوبي سي تا كوبي إذن لا جيتار هي جيتارته أقول سي سا جيتار سي سا جيتار وي سي سا Donc, لأن le travail est masculin, فإني أستعمل يعني كل الكلمات المسكولين أستعمل فيها mon بالنسبة للشيء الذي أملكه ton للشيء الذي هو لك son للشيء الذي هو له أما للفيمينا أستعمل ما تا سا يعني هنا مذكر وهنا مؤنث أنا كان الشرح العربية يا كريم قلت أن هذه صفات الملكية يعني ما مون بونسون وما تاسا هي صفات الملكية يعني أنني عندما أقول مون بلو يعني أن تلك الدراجة هي لي عندما أقول ما بسيكليت أيضا لكن ما هو الفرق ما بين مو وما هو أن ما عندما تكون الكلمة مؤنثة مثلا لا بسيكليت هذه مؤنث أقول ما بسيكليت لكن لو فيلو وهو مذكر أقول مو فيلو ذلك بسيء طن خبر يعني هذا عملك أنت طن خبر إذن فهو المو لو خبر مذكر ذلك استعمل طن وبالنسبة للمؤنث استعمل تا لأني عادة أقول لا كوبي اسم مؤنث وأقول صديقة نعم يا عماد أعرف قواعد دارين لكن ممكن أن عندما لا إن كان كريم عنده كيبورد يعني أن كلافي عربي لكن هنا في المغرب أغلب الكيبورد يعني أغلب اللوحة المفاتيح تكتب بالأحرف الفرنسية فيصعب من لا يعرف الكتابة بالعربي بالفرنسية أو الإنجليزية فهو يعبر باللغة العربية بواسطة الأحرف اللاتينية فلا بأس نتسامح مع من لا يسع له لفظ آخر لأن قلنا سي سا جيتار إذن سا نقول لا جيتار إذن قيتارة هو سا تقصد له هو وجيتار كنا مؤنث إذن سأستعمل سا و سون مذكر سي سون شيان هذا كلب سي سون شيان هذا كلبه
تمام. هذه بالنسبة لمونتون صون ما تا سا. نمر إلى كلمات أخرى. سيخ باتخون سي نوتر باتخون. هذا الشيخ أو البطل العربي هو من يساعدني الباتخون الله الشيخ، يعني لو الشيخ رب العالم. نعم هو رب العالم طبعا. إذن سي نوتر باتخون يعني هو رب عملنا، وهنا للجمع لنحن لكلمة نحن نسمي نطق، لكن نطق لا تتغير بالنسبة للمذكر والمؤنث السامي نفس الكلمة. سي نطق باتخون سي فوتر باتخون هذا رب عمل. إذا فوتر إذا رب العمل بالنسبة لكم. إذا votre و notre للمذكر والمؤنث لا يتغير. c'est leur mère إنها أمهم. leur mère أيضا للمذكر والمؤنث الثاني leur. c'est leur mère إنها أمهم. voilà. إذا هذه كانت مراجعة للـ adjectifs. هناك سؤال قبل أن الأدجكتيف ديمونستراتيف. وليس هناك سؤال. نرى الآن الأدجكتيف ديمونستراتيف. إذن الأدجكتيف ديمونستراتيف عندنا سو سات سات وسي. alors masculin يعني عندما تكون يكون الكلمة masculin وتبدأ ب consonne فإني أستعمل سو. مثلا سو chien بو هذا الكلب يكون جميل. نعم أسماء الإشارة سو chien اي بو. لكن كلمة أرض تبدأ بحرف متحرك الذي هو أ إذن إنزيال و إذن وهي كلمة مذكر أيضا. الأرض مذكر نقول أن أرض. نعم نعم يا أسماء سيت أبارتمون أيضا مذكر. إذا مسكلا devant une voyelle السامن ست ب ت واحدة فأقول cet arbre est grand. cet arbre est grand يعني هذه الشجرة تكون كبيرة. للمؤنث ست للمؤنث ب دو تي و او. سيت امبول ات اليمي. سيت امبول ات اليمي يعني هذا المصباح يكون مشتعل. الان لاجيكتيف ديمونستراتيف يعني الجمع او مضي. نعم فإني أستعمل سي 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 شيان سي زار سي زنبول والمذكر والمؤنث. جمع مذكر ومؤنث سي شيان سي زار سي. نمر الآن إلى الفيرب. سنراجع أيضا الفيرب. نراجع الفيرب être
وأيضا الفيرب avoir وكذلك الفيرب aller. الفيرب être au présent. Je suis boucher. يعني أنا الجزار. البوشي هو الجزار. Je suis. Tu es le maçon. Tu es البناء le maçon. Luc est le docteur. Luc est le docteur. يعني هو يكون الدكتور. Marie est la coiffeuse. يعني Marie تكون مصففة الشعر. Coiffeur. Marie est la coiffeuse. Elle est Il est le docteur. On a un raïf. Il m'a yakoun l'ismo. Ou dami. Le moudakar. Samil. Il. Ou le mouannet. Samil. Elle. Nous sommes les pompiers. Nous. Les plombiers. Un plombier هو الذي يقوم بتصليح الماء بور الماء عندما يتعطل فإننا نأتي بـ un plombier. نعم هو السباك. Alors nous sommes les plombiers. Vous êtes les électriciens. On est à Caraba Uni. Vous êtes les électriciens. Pierre et Paul sont les forgerons. Forgerons, il y a mis Al-Haddad. Pierre et Paul. إذن الجمع المذكر في الغائب استعمل إل. إل sont les forgerons. Lucille et Brigitte sont les vétérinaires. Les vétérinaires. يعني طبيب الحيوانات. Lucille و Brigitte. وأيضا جمع المؤنث الغائب السامل ال فورجوران فورجوران ليس فوردوران فورجوران يعني الحداد الذي يعمل في الحدادة الذي يصنع أشياء من حديد أليس هناك صوت مثل الجميع؟ لا هناك صوت Then, elles sont les vétérinaires. Les vétérinaires, vous m'avez dit, le verbe avoir. Le verbe avoir, yani, yentelu. J'ai une casquette. Yentelu pour casquette. La casquette, vous m'avez dit, pour bas. Tu as un bonnet. أنت تمتلك أن بوني وهذا هو البوني. Pierre a un chapeau. هذا هو الشابو. تلاحظوا الفرق ما بين كاسكيت بوني شابو. Pierre a un chapeau. Il a un chapeau. Julie a Un foulard. Le foulard, elle a un foulard. Elle a un foulard. Nous avons un kipi. Nous avons
un kipi. Le kipi, le farbe, le kipi et la casquette, ou un kipi, il faut face de l'uniforme, yani face de l'idas ou zéra. C'est l'un de l'ispa de chopa, il n'a pas à la soie le kipi. Vous avez un casque. Vous avez un casque. Alors, le casque, wahada, le nida, indana, mettez-le markab, barraja, ou wikai, ou kubaha wikai, le casque. Hier, épaule, un chapeau. Ils ont un chapeau. Julie et Claire ont un foulard. Elles ont un foulard. Canada, le verbe avoir. Amour, il a le verbe aller. Alors, Missa, le verbe aller. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais chez mon ami. Je vais chez mon ami. On est en Amérique. On va s'adresser chez mon ami. On va s'adresser. Tu vas à l'école. Dans l'arco, ce serait « je vais », « tu vas ». Il va au bal. Il va au bal. Nous allons jouer au tennis. Nous allons jouer au tennis. Vous allez au parc. Ils vont en vacances. Oui. Je vais chez mon ami. Tu vas à l'école. Il va au bal. Nous allons jouer au tennis. Vous allez au parc. Ils vont en vacances. Les vacances, il y a Ujaza, à Europe, là. Donc, le verbe aller. Le verbe aller est un verbe irrégulier, il y a un verbe كانت هذه مراجعة للأفعال الأساسية والرئيسية في اللغة الفرنسية التي هي le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. الآن نمر إلى سبورة ثالثة وفيها اختبار. ها هو يعني هذا الاختبار سنقوم بحله مع بعض وهو أيضا مراجعة. أنت من سيحل الاختبار يا عماد؟ فهذه مراجعة فيها جميع أنواع الطرق. أنت من سيحل الاختبار. نبدأ. لي الدوكمنت سوفون بي ريبون. لي قلنا هي اقرأ. الدوكمنت الوثيقة التي هنا. سوفون يعني التالية. بي بعد ريبون. أجب. سامي. سالو علي. كومون سافا؟ Ali, ça va bien, merci. Où tu vas? Samy, aujourd'hui, c'est le samedi. Je vais au club.
à lui. Tu fais du sport? Tu es sportif? Sam, oui. Je joue au tennis. Et toi? Ali, j'aime la natation et chaque vendredi, je vais au club avec mon frère. Je réponds, je redis, ça akra maratania. Salut Ali, comment ça va? Ça va bien, si. Où tu vas? Aujourd'hui, c'est le samedi. Je vais au club. Tu fais du sport? Tu es sportif? Oui, je joue au tennis. Et toi? J'aime la natation. Et chaque vendredi, je vais au club avec mon frère. Alors, choisis le bon groupe. Ce document est un dialogue, une annonce. Voilà, bravo Aïmad. Bravo Aïmad. شوف كنت تقول انك لن تعرف الجواب وقد اجبت من يعني من اول انسلكو يعني اول مره جواب صحيح عفوا سيت ان ديالوج ديالوج يعني حوار سامي فا او كلوب لو سامدي Le dimanche ou le lundi. Bravo, très bien, Imad. C'est le samedi, samedi, hein? Samedi, et non pas samedi, hein? Samedi. C'est très bien, Imad. Ali aime le basket, le tennis, la natation. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il aime, Ali? Ali, qu'est-ce qu'il aime? Que dit Ali? Ali, j'aime la natation et chaque vendredi, je vais au club avec mon frère. Dan, le rapport, Dan Khaka. Et ça, le tennis, mais la natation. C'est-à-dire, ça, vous le dire, Oui, je joue au tennis. Lakin Ali madame Ajab, j'aime la natation. Sibaha. La bouddha m'a dit Sibaha. Anna, salamit, mada yahdit lahum. Laisse-le annahum la yarifouna le jawab, lakin yusri'ouna fil jawab. Naam, tasabra. Dan, la bouddha m'a dit tamahoul wa l'waqt, l'tafkir, وإجابة فيما بعد. Dans la natation, on a voix en jouant. Nassamer, mais vrai ou faux devant les phrases. Sami aime le basket. C'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Sami Sportif, c'est vrai, vrai, non, vrai du tout, il y a Majer, vrai. Ali va au club avec son frère. Ça, il y a vrai, il y a Imad. Vrai. Dans la poule, vrai. وغري بدون او يا كريم غري بدون او اكتب ب ر ا اي كنا في هنا كم تفريق الوقت ده قلنا نشي مشكلة يا كريم يعني نستمر فو يعني
غلط وفغي يعني صح. Donc on a, il va au club avec son frère, m'a dit vrai. Doit vrai. Mais ça, il m'a d'affou, il a Imad. Il m'a d'affou. Ali, Ali aime la natation. Et chaque vendredi, je vais au club avec mon frère. لابد من مراجعة الديالوج في كل مرة. عندما تكون تجاوب على الأسئلة لازم من الرجوع إلى النص الأصلي. كي يمكن أن تمشي. Choisis la bonne réponse. C'est Ali. Bonjour papa. Merci papa. Bien sûr. نقول c'est ma dont أقدم صديقي لأبي أقول له c'est Ali. وليس bonjour papa أو merci papa. Un touriste parle de sa nationalité. Il dit je suis français, au revoir. Très bien, je suis français. Je suis. Pour saluer ton professeur, tu dis bonjour monsieur, salut Ali, bien merci Ali. نقول bonjour monsieur, c'est très bien Ali. Bonjour monsieur, طبعا نتكلم بطريقة رسمية مع أستاذك أو مع الناس الذين لا نعرفهم. Bonjour monsieur. Tu parles de ta matière préférée, alors tu dis quelle matière? Non, j'adore le français. Bonjour, il y a صباح الخير. Bonjour. وتكتب يعني ليس هناك فرق ما بين bon و je. ملتقية. Bonjour. اكتب هذا. Donc, نقول j'adore le français. السمر. Où vas-tu pour faire de la natation? Où vas-tu pour faire de la natation? Tu vas à la gare, à la piscine, à l'école ou au cinéma? Alors, bonjour, nakulwa fissaba, wa yumkin an nakulwa fissaba. Ida kan, mitsalan, lam altaqi bishakhs, وعندما التقيت به فهي تكون كسؤال هل يوما جيدا؟ عادة نقول بونسوار في المساء. المساء نقول بونسوار. مساء الجواب نعم à la piscine. Hein, à la piscine. Donc, pour faire de la natation, je vais ou tu vas à la piscine. Alors, où vas-tu pour regarder un film? Bien sûr, je vais au cinéma. Où vas-tu pour étudier le français? À l'école. Très bien, Emma. C'est très bien. Mais au cinéma, c'est pour regarder le film. Non. À tout à l'heure, il s'agit de la télévision. C'est moi. Attendez-moi. السلام عليكم.
نكمل ما كنا نفعله. إذا كنا أوفرتير pour prendre le train ou voiture à la gare. Donc, c'est à Tanawada ou Jawad. Pour faire de la natation en ville, pour regarder un film, on va au cinéma. Étudier le français, donc on va à l'école. Et pour prendre le train, on va à la gare. Choisis la bonne réponse. C'est... Alors, mon ami, ma amie, bien mes amis, Sarah. Vous savez, il y a Emel. Vous savez. Alors, on va dire. Et le team avec. Ami, c'est de بحرف الأر و الصفات الملكية عند تلتقي مع الفيال فإني أستعمل مو ليس ما لأن لا يمكن أن تكون هناك ما أ بلس أ بلس أ ففي اللغة الفرنسية لا أستطيع أن أنطق ما أمي تجي يعني حتى في النطق تكون ثقيلة فأقول مون أمي دانون مي سارة سي مون أمي سارة وإن كانت أمي مؤنث حتى وإن كانت أمي مؤنث ما دام أنها تبدأ بالأ فإني أستعمل مو وليس ما. إلاف إسبورتيف. Très bien. إذا نستعمل ست. ت واحدة لأن إلاف تبدأ بحرف الأو. يعني فويل. جابيت. أبيتي. أليكساندري. إذن جابيت طبعا الأولى هنا أستعمل أبيتي عندما تكون عندي جو وأبيتي هذا المصدر جو جابيت إذن إلى بيت ألوغ أقول أ أو طبعا إلى بيت أو فرنس أن تستعمل الاسم المؤنث نقول لا فرانس دونك أن فرانس نو جوان أن أو فوتبول إلي ألوغ إلي إيجيبسيان فيمينا فينا لأن ال 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 فرماج كل وكي نعم كل فرماج طبعا أسمع صحيح يا كل فرماج لأن نقول أناج كل تستعمل لمذكر وكل بدوزل أو للمؤنث. إذا أليكول أوتر. طبيعا. إذا أليكول أوتر. طبيعا. لكمبلت سيخاز. كمبلت سيخاز. لفندردي جو أكمل جمل. Vendredi, je... Très bien, très bien. Vendredi, je rends visite à ma famille. C'est très bien, Najat. Le vendredi, je prépare le coup. Le vendredi, je fais du thé. Il y a ça, je fais du sport. Je fais du sport, très bien. نعم
Alors, nucléaire. Amir, le français. Donc, ماذا ستقول يا عماد؟ فعل آخر. جمال فعل آخر. Oui, Samir adore le français. Très bien, Najat. Samir adore le français. À la cantine scolaire, on achète quoi à la cantine scolaire? La cantine scolaire, on achète les tickets. Oui, très bien, Yata. On achète du jus. Non, non, c'est pas grave. Samir apprend le français. On achète du jus d'un sandwich. On achète du pain. Il faut un ballon pour faire un football. Non. Traite un seul sujet. Donc, ça nous sert à une question. Présente ton ami en quatre phrases. Nom, prénom, etc. Âge, nationalité, métier ou niveau scolaire. Ça c'est ou bien écrit. Bien. انتظر من الذي سيكتب اولا موضوع ايمان مونامي يا ايمان ton père est un docteur. Alors, mon ami s'appelle. Hein, il faut écrire mon ami s'appelle. S'appelle comment? Inad Abdelhalim. Abdelhalim. Son père est un docteur. Et sa mère est au foyer. Et sa mère est une femme au foyer. Il aime jouer au football. Alors, bonjour Sama. Je te présente mon amie Nadjet. Elle est égyptienne avec G. Hein? Elle travaille pour le site de l'académie Noura Abdarain. Elle aime beaucoup faire du bien aux gens. Elle aime beaucoup faire du bien aux gens. Si j'ai utilisé les langues de la salle, c'est au niveau de l'autorisation. Non, ce n'est pas grave. Même si on utilise ça. Le nom de l'académie. Oui. Alors, encore une production. Je vous présente mon amie Hajar Azizi. Elle a 25 ans. Elle est étudiante. Oui. À la faculté des sciences et le génie et mathématiques, c'est bien Najat. Elle rêve de venir, sans E à la fin, un membre rentable dans sa spécialité. Moi, je l'aime beaucoup. C'est très bien, déjà. Bien, alors, je vous remercie pour votre participation. C'était donc un cours de révision
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس المراجعة هذا، ونلقي إن شاء الله لأننا سندخل في عطلة ابتداء من يوم الأحد المقبل، فإذا سافرت قد أعتذر لكم عن المحاضرة، لكن إذا بقيت في طنجة فإن شاء الله سأقدم محاضرة الاثنين. لن أشكركم على انتباهكم وعلى مشاركتكم، و يعني النص الذي كتبتي كان جيدا أيضا يا أسماء، أنت دائما تكتبين نصوص جيدة، فأنا لم أدري، لم أقول أنك كتبت جيدا، أعتذر. C'était très bien aussi. Il faut garder aussi Najat et Asma et tous ceux qui sont avec nous. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir et bonne nuit.